مشاهدينا الكرام، كما نشاهد متواجدين في منطقة التحضير وأبرز الشعارات معنا الشبل جابر بن سالم بن فاران وشعار الشحانية. هنا بالتأكيد هجن الشحانية لديها أوراق رابحة في هذا الشوط في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ومن ثم أحمر خطر مروع عبر شعار هجن الرئاسة، الشعار الملكي الذي دائما ما نراه يقدم المستويات المميزة والمبدعة والجميلة مع أيضا الهجن التي تشارك. ونعود هنا الشعارات أيضا، هذا الشعار وهذا اللون العنابي المميز هجن الشحانية سالم بن فاران الذهبي احد المضمرين المميزين معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم تحديات هجن اصحاب السمو والشيوخ. نعم. هجن الرئاسه، هجن الشحانيه. هجن الشحانيه طال عمرك ان شاء الله. هجن الشحانيه دافعين بكرات سبق في هذا اليوم وفي عده اوراق. نعم. مع الذهبي ولا مع الشبل؟ لا، مع اسمه السلطان الوهيبي. مع السلطان الوهيبي العملاق. نعم ان شاء الله. الشوط الاول ان شاء الله كلها ان شاء الله. سن الاذاعه ابهرنا العملاق ان شاء الله. بعد سن الثنايا والحول. بعد سن الثنايا شو عندكم؟ عندنا بكره مقدمين ان شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم سابقه في كم محلي، وان شاء الله بتسبق. هل شو اسم هالبكره؟ الجذابه. الجذابه. نعم. الجذابه لها سجل حافل. نعم الحمد لله. سلاله الجذاب. نعم. السلالة الممتازة إن شاء الله. وهجن الشحانية دائما يقدمون مستويات مميزة. نعم إن شاء الله. وإن شاء الله في سن الثنائي إن شاء الله، في سن الحول بعد. العملاق وين العملاق؟ والله أتصدق ما أدري وينه. ما هي العملاق؟ لا إن شاء الله موجود هو. لا هني مو موجود في التحضير؟ ما موجود حاليا. من ينوب عنه في التحضير؟ أنت تنوب عنه؟ لا عند مبارك. وين مبارك؟ عند مبارك. مبارك بنصير عند مبارك. مشاهدينا الكرام، والعملاق من أفضل المضامرين على الساحة. مبارك سلام عليك يا مبارك. مبارك علومك. تسلم. طول عمرك. الجذابه. طول عمرك. الجذابه سولف وياه. زين ما تبغى تسوي لقاء؟ قول لي ما بسوي لقاء وتودني وتدفني ليش؟ قول لي ما بسوي لقاء. خلاص ما بسوي لقاء. خلاص ما يبغى يسوي لقاء. برايه زعلان علينا مبارك. ما نلومه، حفزان مبارك. نتمنى له التوفيق ونتمنى لهجن الشحانيه التوفيق ونتمنى للعملاق التوفيق ايضا. مشاهدينا بالتأكيد العديد من المشاركات كما نشاهد. دعونا نذهب أيضا لشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي مع سعيد بن راشد بن غدير. كما نشاهد التحديات على قدم وساق، ننتظر الشعارات أيضا. سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هنا مبارك بن غويث، أو عفوا مطر بن غويث. والله راح بالي ويا مبارك. مطر كيف الحال؟ طيبين والله. اليوم سن الثنايا، هجن اصحاب السمو الشيوخ، تواجد شعار ايضا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الله يحفظه، وسن الثنايا واستعداداتكم مع ايضا المضمر سعيد مراد بن غدي. والله عندنا حلال بيشارك سبك والتوفيق بيد رب العالمين ان شاء الله. ابرز مطيه في الشوط الاول. والله الحلال حلال، كل الحلال سبك بيشاركه، وما تعرف الابرز لين خط النهايه. نعم مطر، اكيد انت تتابع الحلال، ممكن هناك مستوى مميز سيقدمونه ايضا في هذا الميدان، ولكن الاقرب وفقا لتكتيكات المضمر، وانت ريال خبير بعد في الهجن. والله يا طويل العمر انا اقول الحلال كله سبق اللي بيشارك الليله، وانا اتوقع السبق عند هجن الرئاسه عند بني معي العلي. حلال بني مركز حلال، حلال عنده حلال سبق ولهم منافسات قويه، والله يوفق الجميع. نحن اهم شيء السبق يكون في الامارات، هذا اهم شيء. نعم هجن الرئاسه. والله هجن الرئاسه عندهم حلال سبك، وعند بني ميل حلال سبك، والله يوفق الجميع ان شاء الله. طري رشح هجن الرئاسه. والله هجن الرئاسه عندهم حلال سبك. انا اللي اقول لك انا شفت اركض ركابهم اليوم درجه اولى. الارضيه كيف راح تكون؟ والله الارضيه تبغي بس سبوق الارضيه. مع هطول الامطار ممكن تكون فلات سريع. لا السبوق ما يخالف عليها. ما يخالف. لا والله ما يخالف عليها. والريال وم حلال، انا شفت حلال ركض قوي اليوم، والتوفيق بيد رب العالمين. الشبل موجود، العملاق موجود، الذهبي موجود، كلهم موجودين. كلهم موجودين، وهذا توفيق مرة هو على ومة الحلال، ليكون وم حلال عدل، تأمل منها ان مطاياه ينافس منافسه قويه. نتمنى لك التوفيق، ونتمنى الهجن سيد سمو الشيخ حمدان بن محمد التوفيق جميعا ان شاء الله يدخل الامان. شكرا لك ايضا مطر بن غويث. كما تابعنا مشاهدينا الكرام هذا الشعار المميز لهجن سيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، فعلا اداء مميز في هذا اليوم. ستكون الانطلاقات بعد لحظات مع سن الثنايا لهجن اصحاب السمو
الشيوخ. إذن الأرضية بعد هطول الأمطار ستكون مناسبة. نشكر اللجنة المنظمة على سرعة اتخاذ القرارات، على سرعة تجهيز هذه الأرضية لضمان أفضل مشاركة للجميع. أبرز الشعارات كما تابعناها هنا في منطقة التحضير، ربما هجن الشحانية، ربما هجن الرئاسة، ربما هجن سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولكن جميع هذه التساؤلات بعد لحظات سيكون الرد عليها هناك في أرضية الميدان. بعد انتهاء الشوط سيكون هناك الناموس بالتأكيد المركز الأول، ولكن في النهاية هذه رياضة الأخوان اللي سبق الجميع يبارك له، واللي أيضا أتى في المركز الأول جميع المضمرين والملاك راح يناموسون له في روح رياضية عالية وفي روح أخوية عالية. نذهب إلى الترشيحات، نرى هناك الترشيحات عند انطلاقة هذا اليوم وعند انطلاقة هذا السباق.